مشاهدينا الكرام اينما كنتم، واهلا بكم معنا في نشرة الثامنة من الموريتانية. نبداها بالعناوين. مدينة نواليبو تحتضن حفل وضع الحجر الاساس لمركز طبي لامراض العيون. بلادنا تخلد غدا 8 مارس العيد الدولي للمرأة وسط تطور كبير في عقلية المرأة الموريتانية. ألمانيا تدعو أطراف النزاع الأوكراني والروسي إلى جولة جديدة من المحادثات في برلين لوضع حد للأزمة الأوكرانية. مرحبا بكم، وإلى تفاصيل هذه النشرة. تم صباح اليوم في مدينة نواليبو وضع حجر الأساس للمركز البلدي للرؤية بنواليبو بتمويل من مجموعة آل نفيس الكويتية عن طريق هيئة خورخي أليو الإسبانية غير الحكومية. وتسعى بلدية نواليبو من خلال إقامة هذا المركز الصحي إلى توفير الخدمات العلاجية في مجال الطب وجراحة العيون لصالح ساكنات المنطقة الشمالية. تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع ما يناهز 57 مليون أوقية بتمويل من مجموعة آل يعقوب النفيسي الكويتية بواسطة هيئة خورخي أليو الإسبانية غير الحكومية بالتعاون مع بلدية نواليبو. يطيب لي في مستهل هذا الحفل البهيج أن نعرب موريتانيا عامة. لجد ممتنة لهيئة خورخي أليو على المجهود الجبار المتمثل في بناء المركز البلدي لطب العيون نواليبو للرؤية مبنى يعقوب النفيسي. هذا المركز الذي سيشكل بما لا يدع مجالا للشك لبنة تنضاف إلى الصرح الصحي لهذا البلد. وأكد المدير الجهوي للصحة على أهمية هذا المشروع الصحي الذي يلبي طلبا أساسيا للساكنة، حيث تعد أمراض العيون هي الثالثة من نوعها في الانتشار على مستوى الولاية. هذا المركز الصحي للعيون يأتي في وقت مهم، خاصة مدينة نواليبو علميا أكثر فيها أمراض العيون من الولايات الثانية. أمراض العيون انتشار مهم في المرتبة الثالثة بدلا من الولايات الثانيين ما يجي ما في المرتبة السابعة ولا الثامنة. بدوره ممثل مجموعة آل يعقوب النفيسي الكويتية الدكتور غسان الزين أوضح أن بعد المسافة والجغرافيا لم يمنع من تقديم العون للأشقاء في نواليبو موريتانيا. أهل الكويت رغم بعد عنكم، لكن تأكدوا أنهم لا ينسوا أي أخ مسلم في أي مكان. وعددنا أساسات المشروع وبدأ التمويل والحمد لله رب العالمين. شركاء بلدية نواليبو من هيئة خورخي أليو الإسبانية غير الحكومية ثمنوا هذا الحلم الذي بدأ التخطيط له منذ 2007 وبدأت مراحل تنفيذه سنة 2013، معتبرين أن هذا المركز الصحي سيجلب العديد من الجراحين والاختصاصيين في مجال الطب وجراحة العيون لصالح ساكنة المنطقة الساحلية. للتذكير، فإن مشروع بناء المركز البلدي للرؤية بنواليبو يمتد على مساحة تقدر ب 500 متر مربع، ويضم 3 قاعات للتشخيص الطبي ووحدة لتركيب النظارات الطبية وقاعة للتكوين، ومن المقرر أن ينتهي إشغاله مارس من السنة القادمة. في إطار التخطيطات أو في إطار النشاطات المحضرة لليوم العالمي لعيد المرأة، نظمت النساء النقابيات باتحاد العمال الموريتانيين والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا مساء أمس بالعاصمة احتفالية بمناسبة 8 مارس تحت الشعار لا للعنف ضد المرأة. وتميزت التظاهرة بمداخلات ممثلي المركزيتين والنساء الناشطات بالحقل، أبرزت في مجملها خطورة ممارسة العنف ضد المرأة في موريتانيا وضرورة التصدي لهذه الظاهرة، خاصة تعاليم ديننا الحنيف والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بلادنا في هذا المجال، وضرورة إنشاء مرصد مستقل للدفاع عن. تلعب المرأة دورا أساسيا في التعليم، وتساهم الطبيعة التربوية للمرأة في إنجاح مهمتها كمدرسة. التقرير التالي يلقي مزيدا من الأضواء على المرأة في مهنة التدريس. تدرك هذه السيدة بالتأكيد حجم التحدي الذي يواجهها وهي تتولى إيصال رسالة العلم إلى هذه الأذهان الغضة.
لكن الطبيعة التربوية الفطرية قد تكون باعثا ومحفزا لها على النجاح في هذه المهمة. تزوا بهذه المهنة جاي من التدريس، وأرى بالنسبة للمرأة أنها مهنة تناسب المرأة، لأنها أولا هي مربية في البيت، وهذا العمل أيضا استمرارية التربية، هذا أرى أنه أمر ضروري. التعليم هذه أنا مهمة عندي، وأنا قبلت الاقتناع مني أن هي دور التربية بعد كاع المربي، ونحن النساء دائما محببين إيش ما قالوا التربية، ولذلك بالنسبة لي أنا راهي الحمد لله في أي مشكلة التلاميذ نعاملهم كخوتي وكأبنائي وكزميلاتي العادي يبقي وزملائي، وذا كامل الحمد لله والشكر. أداء المرأة في مؤسسات التعليم يعد حسب البعض نموذجيا نظرا لاستعدادها لتقبل نفسية التلميذ وخبرتها في التعامل مع قدراته الذهنية. تدريس تعنوا المرأة لا مضبوط به اللي المرأة يلا تتعود حنونة، بعد القط شفت أنا بعد مرات تتعلم تعليمها جدي. نقول كان بتجربتي الشخصية أن الفصول اللي يقروهم نساء أداؤهم أحسن وتلاميذهم أكثر جدية وأكثر انتباه للدروس، لأن المرأة يا لا تعود أم الأطفال بالنسبة للأطفال الصغار، وبالنسبة بالتالي ذلك يعطيهم شعور شوي بالأمان. ما يناهز 50% تمثلها النساء في الطواقم التدريسية، وهي نسبة ترتفع لعوامل مختلفة حسب إحصائيات وتقييم وزارة التهذيب الوطني. المرأة كأستاذة وكمعلمة متميزة للغاية، المرأة في التعليم الأساسي قاع متميزة حتى ومتواجدة ملي بكثرة، وأدائها فعال ما يقد حد يظهر على نفماتيها فرق بين تدريس المرأة والراجل، ويفنى فطنع لأن نسبة المعلمات تتفاوت مثلا تلحق 50% في التعليم الأساسي، وأخف شوي في التعليم الثانوي 47، والله ذاك من عندنا قاع الأرقام مثلا اللي وضع إعزاز بالمهنة وإيمان بقدسية المهمة. هكذا أثبتت المرأة المدرسة جدارتها وهي تشرع أبواب المستقبل أمام أجيال ناشئة. سياسيا نظمت أحزاب المعاهدة فاطمة سامس بفندق الخاطر لقاء لأطرها حول الحوار السياسي، ضرورات الحوار ومعوقاته ورؤية أحزاب المعاهدة له والمواضيع التي يمكن أن تشكل أساسا له، مواضيع سيناقشها أطر أحزاب المعاهدة على مدى يومين. الأمين الدائم لأحزاب المعاهدة أكد أن الحوار ظل مطلبا لأحزاب المعاهدة، وأن هذا اللقاء يتخذ موثقة رئيس حزب التحالف مسعود البلخير التي تقدم بها للأطراف السياسية مرجعا له. من أجل المساهمة والمشاركة في دفع أمور البلد إلى الأمام، تقدم رئيس أحزاب المعاهدة الرئيس الدولي مسعود البلخير بوثيقة لأطراف الساحة السياسية سواء كانوا في الأغلبية الرئاسية أو في المعارضة الطرف الثاني اللي هو المنتدى. هذه الوثيقة شملت جميع القضايا المطروحة في الساحة السياسية والتي تهم الشعب الموريتاني وتهم أحزاب المعارضة والأغلبية في نفس الوقت، وكانت هذه الوثيقة هي بداية لهذا الحراك السياسي الذي ننتظر منه بإذن الله أن يكون حراكا مفيدا للبلد وأن يعطي نتائج مثمرة وبناء لهذا البلد، وأن نصل إلى الوقت الذي فيه يعلن الجميع عن انطلاق هذا الحوار. لكننا نحن اليوم هنا في أحزاب المعاهدة وفي هذه المجموعة الخيرة من أطر الأحزاب ستكون لدينا وثيقة تمهيدية، معتمدة طبعا هذه الوثيقة التمهيدية على الورقة التي تقدم بها الرئيس الدوري لأحزاب المعاهدة رئيس مسعود البلخير، وبناء على اقتراحات وطلب وتوجيه من رئاسة المعاهدة حررت اللجنة الدائمة واللجنة التنفيذية للمعاهدة وثيقة ستكون إن شاء الله وثيقة تمهيدية، راجينا أن تكون هي الإطار المحدد للنقاشات التي سنقوم بها هنا. من الأخبار الثقافية في هذه النشرة، نظمت جمعية أكادير للثقافة والتنمية مساء أمس في العاصمة ندوة تحت عنوان المديح النبوي في الثقافة الموريتانية مدير التوجيه الإسلامي في وزارة الشؤون الإسلامية،
التعليم الأصلي أوضح في كلمات الافتتاحية لفعالية الندوة أهمية المواضيع التي سيتم التطرق إليها والتي تتناول صور المديح الأدبي في الثقافة الإسلامية، كما تناول ظاهرة المدح في الأدب الموريتاني. من جانبهم تطرق المحاضرون في هذه الندوة إلى المواضيع المدرجة بشيء من التفصيل، مبينين أخلاق وفضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رئيس جمعية أكادير للثقافة والتنمية أشار في كلمته إلى أن هذه الندوة تدشن انطلاقة أعمال الجمعية لسنة 2015، مبينا أنها ستتناول مدح النبي صلى الله عليه وسلم. لقد فاقت صور مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام كل حجم وتصور في الثقافة الموريتانية والثقافة العالمية، وليس استذكارنا اليوم لبعض النماذج في هذه الصور المديحية إلا التفاتة إلى إبراز موقع رسالة الإسلام والثقافة والتاريخ العالميين. لقد آن لنا نحن المسلمون اليوم أن نشكل حصنا منيعا لا يقهر لحماية مقدساتنا وثوابتنا، وأن نستعيد أمجاد الماضي الذي سادت فيه حضارة الإسلام كل حضارة تقريبا. ودائما في أخبار الثقافة، نظمت مبادرة 2015 سنة للتنمية البشرية في موريتانيا بالتعاون مع المركز الثقافي المصري بنواكشوط حفلا تأبينيا لرائد التنمية البشرية في العالم العربي الدكتور إبراهيم الفقي في ذكرى الثالثة لوفاته. وأكد مدير المركز المصري في كلمته على أهمية التنمية البشرية وبناء العقل في حياتنا المعاصرة، والتي كان الدكتور إبراهيم الفقي أحد رواده بدوره المتحدث باسم المبادرة، ذكر بالدور الرائد الذي لعبه إبراهيم الفقي في نشر ثقافة التنمية البشرية وإعطائها مكانة بين الشعوب العربية. دوليا في هذه النشرة، دعت ألمانيا ممثلين من أوكرانيا وروسيا وفرنسا إلى جولة أخرى من المحادثات حول الأزمة الأوكرانية في برلين. وذكر المصدر أن ميركل ناقشت خلال اتصال هاتفي مع رؤساء الدول الثلاثة التقدم الذي تم إحرازه في مساعيهم للتوصل إلى حل سلمي للنزاع المستمر منذ أشهر في شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاتصال على ضرورة أن تلعب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دورا أقوى في مراقبة وقف إطلاق النار. ونصل الآن إلى جديد الرياضة مع الزميل عبد الحميد السالم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا زميلي سيد محمد، وتحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جديد الأخبار الرياضية الوطنية. يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون نظيره منتخب إفريقيا الوسطى وديا، وذلك نهاية الشهر الجاري وبالتحديد يوم 31 من هذا الشهر. اللقاء الودي المرتقب بين المنتخبين سيجرى بالملعب الأولمبي في العاصمة نواكشوط، وستقام هذه المباراة الدولية الودية بعد ثلاثة أيام من المباراة الودية التي سيجريها المنتخب الوطني في العاصمة الغامبية بانجول مع نظيره الغامبي في 28 من الشهر الجاري. ويسعى المنتخب الوطني من وراء هاتين المباراتين إلى اختبار لاعبيه المحليين والدوليين والاحتكاك أكثر ببعض الفرق الإفريقية القوية قبل انطلاق تصفيات أمم إفريقيا للمحليين وتصفيات كأس العالم 2018 التي ستقام نهائياتها بروسيا، إضافة إلى عمل المنتخب من أجل تحسين موقعه على قائمة الترتيب العالمي للمنتخبات الوطنية. شهد اليوم الافتتاحي للجولة البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى تقهقر المراكز الأولى في ترتيب المقدمة، حيث فشل المتصدر الفريق سليم كانسادو لذلك المباراة التي جمعته مساء اليوم بالملعب الأولمبي مع فريق الكسر بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، فيما خسر صاحب المركز الثالث فريق الوئام بعد سلسلة من النتائج الإيجابية القوية أمام فريق تجكجا، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف. وكان أكبر المستفيدين من مباراة اليوم الافتتاحي للجولة 16 من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى هو فريق تفرق زينة الذي تصدر الترتيب بعد فوزه بمدينة كيهيدي أمام فريق أدك مودرن بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. واستطاع فريق أفسي أنواذبو أن يواصل مسلسل النتائج الإيجابية
بعد إلحاقه الهزيمة بضيفه فريق زمزم وذلك بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. وفي مدينة الزويرات دك فريق الكدية شباك اتحاد سيلي بابي 5 أهداف نظيفة وتقلب جمر سطارة على فريق اتحاد العصابة بنتيجة 2 هدفين نظيفين. تعاقدت إدارة النادي البرتغالي FC نواديبو بطل الدوري خلال النسختين الماضيتين مع عدد من اللاعبين الشباب خلال مرحلة الميركاتو الشتوي المنتهي، من أبرزهم المحترف المالي كوليبالي، اللاعب السابق لنادي ستاد المالي، وكذلك اللاعب سيدي مولاي والإيداس هداف البطولة الجهوية لكرة القدم على مستوى مدينة نواديبو في موسمها الماضي. أبرز الأسماء المنتقلة إلى بطل الدوري نرصدها لكم في سياق العنصر التفاعلي التالي. انطلقت بمبنى الاتحادية الوطنية لكرة القدم فعاليات دورة تدريبية عالية المستوى نظمها من طرف الاتحادية الوطنية لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ويستفيد من هذه الدورة 24 حكما دوليا وبعض الحكام المحليين وحكام مساعدين إضافة إلى مراقبي المباريات. وستشكل هذه الدورة فرصة هامة للحكام الموريتانيين من أجل الحصول على شهادة حكام نخبة، وهي الشهادة التي تتيح لحاملها التحكيم في كبريات البطولات الدولية، وتتواصل هذه الدورة لمدة 4 أيام. نهاية أخبارنا الرياضية لهذا المساء، أشكركم على كرم المتابعة، وبعد الفاصل العودة إلى الزميل سيد محمد خليفة. لك زميلي عبدو بالأخبار الرياضية التي وياكم على نهاية هذه النشرة، تذكر بأبرز ما جاء فيها. مدينة نواديبو تحتضن حفلة وضع الحجر إلى الأساس لمركز طبي لأمراض العيون. بلادنا تخلد غدا 8 مارس العيد الدولي للمرأة وسط تطور كبير في عقلية المرأة الموريتانية. ألمانيا تدعو روسيا إلى جولة جديدة من المحادثات في برلين لوضع حد للأزمة الأوكرانية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.